بيكم في واضح في مصر. معاكم احمد ياسر، مشترك ارابس جوت تالنت السنه دي. انا هحكي لكم باختصار عن قصتي في البرنامج. انا قدمت 3 مرات، طبعا اول مره وتاني مره كلكم عارفين ان انا فشلت فشل فظيع يعني. طبعا فشلت تاني فشلت، وكان الفشل بقى صعب، عشان ده كان اصعب من الاولى كمان. الرفض كان اسلوب قاسي شويه. استحملت شتايم وتريقه، واستحملت كل حاجه يعني. فقررت من هنا لازم انام، عشان دي حاجه انا بحبها، ما ينفعش انا ابطلها. ادرس الغنى واتعلم واخصص في الحاجه اللي انا بحبها يعني. اتخصصت ودخلت وغنيت وتعلمت مع مايسترو حبيبي، هو المايسترو كرم مصطفى. انا دلوقتي الحمد لله في حاجات كويسه ليا، بحضر حاجات لرمضان زي اغاني دينيه وداعيه كده، وفي فيلم هغني فيه. نفسي اشوفه مره واحده بس واطمن عليه، لو بايدي كنت هفضل طول حياتي جنبي من كنت اموت، ولا اني ثانيه واحده ابعد فيها